اهلا وسهلا ومرحبا فيكم مشاهدينا، وهي حلقه جديده من رفقا بالقوارير. مثل ما عودناكم بكل حلقه بنحكي عن محور جديد، لكن هذا المحور بيصب في مصلحه المراه، ان كانت المراه بشكل عام او بشكل خاص. حديثنا عن المراه العراقيه. طبعا بتقدروا تتواصلوا معنا ببرنامجنا ومع ضيفنا من خلال الارقام اللي عم تظهر باسفل الشاشه. في عنا ارقام عراقيه من داخل العراق، وعنا رقم الفايبر في حال حبيتوا تتواصلوا معنا من خارج العراق. ولا تنسوا صفحتنا على الفيسبوك قناة سامراء الفضائية. برنامج بيحكي عن المرأة العراقية إن كانت داخل أو خارج العراق، لكن اليوم بدنا نحكي عن المرأة العراقية من وجهة نظر الإعلام، لنشوف هالإعلام هل هو أنصف المرأة أو ظلمها. رحبوا معي مشاهدينا أنا وياكم بالسيد نوري الراوي، الباحث الاجتماعي البياتي الباحث الاجتماعي والسياسي. أهلا وسهلا فيك. مرحبا بك. أهلا وسهلا. مرحبا فيك، يعطيك العافية. أهلا فيك. يمكن أنا أعطيتك هيك فكرة صغيرة عن برنامجنا. نحن برنامجنا مختص بحال المرأة العراقية، لكن بشكل خاص المرأة العراقية داخل الأردن. نحن بنعرف المرأة العراقية اللي هاربة من الأوضاع السيئة بالعراق، لما يعني مش ما بدنا نقول 100%، لكن نسبة كبيرة منهم هي طلعت بدون زوجها مثلا، بدون والدها، بحيث انه الرجل هناك هلا يا شهيد يا مطلوب يا مفقود. فهي هون يعني اصبحت المرأة العراقية خلينا نقول لحالها، هي هلا الام والاب في العيلة يلي اجت معها على الاردن. نحن كاعلام عم نحاول انه نطلع هاي الحالات على الشاشه لحتى نكون حبل وصل مثلا بين اللي بيحب يساعد، بين اللي حابب يوصل لهاي العائلات لكن مش عارف كيف. الاعلام زي ما انا قلت، هل هو ظلم المراه او انصفها؟ خلينا نحكي من بعد الاحتلال. شكرا جزيلا لهذا اللقاء المبارك مع جنابك، وتحياتي لكل من يشاهدنا على قناتكم المؤقرة. من يريد أن يتكلم عن مظلومية الإعلام للمرأة العراقية فلا بد أن نتحدث عن قيمة المرأة أولا، ومن ثم هل هي مظلومة أو لا. فعندما نتحدث عن المرأة فهي نصف المجتمع أكيد، وعندما نتحدث عن المرأة فهي سيدتنا هاجر التي أنبع الله لها بئر زمزم. نعم. وهي سيدتنا سارة. صحيح. وهي سيدتنا فاطمة الزهراء أم الحسنين الأكرمين. نعم. سيدة شباب أهل الجنة. وهي سيدتنا حفصة، وسيدتنا أسماء. نعم. وسيدتنا الخنساء. صحيح. فهذه هي المرأة العربية الموجودة عبر التاريخ وعبر كل دورات الحياة اللي مرت وتعاقبت على هذه الأرض الطاهرة، الأرض العربية. نعم. ووطن العربي. نعم. فإذا من لم يعطي حق المرأة حقها فهو ظالم. أكيد. وأنا في رأيي قد ظلمها الإعلام مع ظلم الدولة لها، خاصة بعد ما حصل الاحتلال الأمريكي للعراق. نعم. وحالة المرأة العراقية في الأردن العربي الأصيل قد خفف الكثير من ما عانته المرأة العراقية، ولو لم يكن الاستقبال الخير الطيب اللي استقبلت المملكة نساء ورجالا، مؤسسات وحكومة. صحيح. شعب للمرأة العراقية لما خففت عليها ما عانته من معاناة. وجنابك ذكرتي في بداية المقدمة أن المرأة اجت فاقدة لزوجها، فاقدة لابنها، فاقدة لحبيبها، فاقدة لأخيها، فاقدة. صحيح. فإذا من هذه الأجواء المريرة اللي عانتها المرأة العراقية بسبب الغزو الأمريكي للعراق، اجت نحمد الله أنه قد أنصفها شعبنا وأشقاؤنا في أردن الخير وخففوا عنها الكثير. لكن هل الإعلام أنطى حق المرأة؟ الجواب لا.
طيب احنا رح نحكي اكثر بخصوص الاعلام اذا اعطى المراه حقها او لا، بس هي هربت من اوضاع سيئه جدا، اجت هون، هي هون عايشه بامن وامان، لكن بعد الامن والامان هل المراه العراقيه في الاردن قادرة تعيش، واصلها كل إشي؟ الإعلام عم بيظهر هاي الصورة بالشكل الصحيح؟ يعني نحن رحنا على بيوت ورحنا على عوائل، فعلا المعيل الأساسي هي المرأة، لكن اللي نحن شفناه يعني إشي صعب إنه ينوصف. وين يعني وين المعنيين عن هدول العوائل يلي هون؟ والله هذا السؤال الله يبارك بيك لو تسأليه للمسؤولين العراقيين وللإعلام العراقيين للإعلاميين العراقيين، إنه أنتوا وين من المرأة اللي هجرت بلدها وإجت في الأردن، وهنا هي قد تكون منسية من حكومتها ولا يدرون أكو نساء مساكين مضطهدات لا يمتلكون قوتهم اليومي. صحيح. فلذلك على الحكومة والإعلاميين أن ينطون هذا الجانب حقا، لأنه أنت الآن دافعين عن المرأة وأنت امرأة. نعم. وأنت تقدمين برنامج، فأنت جزء من المطلوب. صحيح. والله يبارك بيش أن تنورين الناس. نعم. بما موجود. يعني هو العاتق بيوقع على الإعلام بشكل رئيسي حتى نقدر إحنا نوصل هاي الصورة أو صورة معاناة المرأة إن كانت بالأردن أو بالمهجر بشكل عام. يعني بكل تأكيد، وبالمهجر أيضا هي نفس المعاناة. يعني أنا أتكلم لك للأسف، يعني شفنا حالات وسمعنا حالات تدمي القلب. نعم. يعني الكثير من العوائل العراقية اللي حاولت أن تهاجر إلى أوروبا بالطريق إما غرقوا، لأنه يمكن روحتهم أصلا مش قانونية طبعا. صعبة. نعم. صعبة لأن نعم. بطرق هم بس رادوا يوصلون إلى مكان آمن حتى يحافظون على أطفالهم وعوائلهم وأزواجهم، فالقسم توفى بالطريق، القسم سلب منه شرفه، القسم الآخر سلبت من عند كرامته، القسم الآخر، وأنا أعرف عوائل الآن مقيمة بالسويد تعاني من هذه النقاط اللي أنا ذكرتها، وبكل يعني اعتزاز نقول احنا حاولنا أن نخفف عليهم، احنا هناك كعوائل عراقية مقيمة بالسويد نخفف عن عقدة ما يعانوه من مأساة ومن غربة. نعم. لأنه هي تغربت في وطنها وتغربت في المهجر. صحيح. طيب أنا رح أسألك أكثر بخصوص الجالية العراقية أو العوائل العراقية اللي عم بتحاول زي ما أنت قلت تهرب بطريقة غير قانونية لدول أوروبية، لكن الاتصال تأخرنا عليه، خليني أخذ هذا الاتصال. ألو، مين معنا؟ ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، يا أهلا. ألو، اهلا، تفضلي انت على الهواء. انا ديما ابراهيم من سامر. يا اهلا بديما، تفضلي يا ديما. اهلا بيك حبيبتي، بس حبيت اشارك بالبرنامج. تفضلي. والله انا يعني اعيدكم بهذا البرنامج، وحقيقه المراه بالعراق مضطهده. نعم. ومعامله الرجال للنساء جدا سيئه كثير من الامور. نعم ديما. طيب ديما، انت المعيل عندك بالعيله ولا في لك زوج؟ اهلك الله يخلي لك اياهم. انا عارفه شلون حضرتك انت المعيل لاولادك، اذا في حال في عندك اولاد ولا انت عايشه مع اهلك؟ يعني احكي لنا شو طبيعه حياتك. والله انا طالبه جامعيه، بس يعني اشوف معامله الناس او الشباب. نعم. للبنات معامله سيئه جدا. صحيح. ينظرونها بنظره دونيه كأنه المرأة هي إنسان كائن ضعيف أو إنسان مضطهد. للأسف. من جميع النواحي. نعم صحيح. يعني بدون احترام، ما يحترم الطالبة الجامعية كأنما هي سلعة أو هي غير إنسان. تصرفاتهم هي الطالبات جدا سيئة، خاصة بالجامعة الطلاب هي محترمة. تقدري تشرحي لنا اكثر؟ بروح نظره سيئه او يعني تصير بالموبايلات او امور سيئه جدا. وكانما هي مو بشر، كانما هي العفو يعني كانما هي انسان سيئه. نعم. وصلت الصوره. وما اعرف ايش هالسبب.
طيب وصلت الصورة حبيبتي، يعطيكي ألف عافية، شكرا على هاي المشاركة. يعني أنا كنت حابة أقسم الحلقة لمحاور، بس المواضيع هي بتدخل ببعض إجباري. يعني زي ما قالت ديما، هلأ إذا هي المرأة العراقية مضطهدة داخل العراق، إحنا بنقدر نلوم على دول الجوار أو الدول الغرب اللي هم لجأوا لإلها لو في حال كانت مضطهدة في بلادهم؟ لا لا أبدا، إحنا ما نلوم أحد، بالعكس نلوم حكومتنا ونلوم الأحداث اللي صارت وفرضت على المرأة هذه المأساة وهاي المعاناة. نعم. يعني هسه هي الأخت تتحدث عن شريحة اجتماعية مثقفة بالجامعة، طيب كيف بالجامعة اللي هي حياة مختلطة وحياة تطور وعلم وتقدم وحضارة أن تهان المرأة في الجامعة؟ طيب وين تحترم المرأة إذا بالجامعة غير محترمة؟ طيب وين من اللي يحترمها؟ يحترمها الفقير المتخلف أو جاهل؟ نعم. طب ليش هيك نظرة المجتمع للمرأة؟ هل يمكن لأنه هو